بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. محاضرتنا اليوم هي رقم 6 lecture 6. موضوعنا هو break even analysis، تحليل التعادل، أو البعض يسموها نقطة التعادل أو كمية التعادل. طبعا هذا الموضوع هو أحد الأساليب الكمية في اتخاذ القرار. هناك مواضيع أخرى أو أدوات أو أساليب أخرى تدخل في اتخاذ القرارات، خاصة في المنشآت الصناعية والإنتاجية بشكل عام، من أمثلتها موضوع شجرة القرار أو موضوع حسابات الكلفة أو غيرها. هذا الموضوع بسيط جدا ومشوق جدا. فكرته تنصب على أو فكرته تتمركز على تحديد النقطة اللي تتساوى بها إجمالي التكاليف مع إجمالي الإيرادات. فصراحة نشوف إحنا من خلال الطريقة الجبرية ومن خلال طريقة الرسم اللي راح ناخذها على مثال واحد بهذا الموضوع، إن شاء الله نقدر نحدد النقطة المثلى اللي تحدد بها المؤسسة كمية الإنتاج اللي راح تعتبر بها أنه ابتداء من هذه النقطة فما فوق، يعني من هذه الكمية فما فوق راح تبدي هذه المؤسسة تحقق أرباحها، وما قبل هذه الكمية راح يكون في مرحلة الخسائر، أو نقدر نعتبرها مو خسائر وإنما مرحلة تغطية التكاليف. فطبعا هذه الأداة هي من الأدوات المالية اللي راح تساعد في حساب هوامش الربح، يعني هامش الربح أو الربح الصافي للمؤسسات، خاصة المؤسسات أو الشركات الجديدة أو الشركات القديمة القائمة، يعني بس تريد تطرح منتجات جديدة للأسواق. فراح نقدر نحدد مقدار الربحية وعد أي كمية إنتاج هذه المؤسسة راح تبدي تحقق أرباحها وتحقق إيرادات معينة تغطي بها التكاليف اللي صرفتها على تأسيس هذه المؤسسة أو على تقديم هذا المنتوج الجديد. بشكل عام تحليل التعادل break even analysis أو نقطة التعادل راح يؤدي أو يساعد المنشآت الصناعية أن تحقق استغلال أمثل لمواردها المتاحة، لأنه المؤسسة من راح تبدي تعرف وش قد مقدار أو وش قد كمية الإنتاج اللي من خلالها راح توصل إلى تحقيق أرباح وإيرادات تدخل في مفهوم الربح وبدأت تغطي على الكلفة، فراح تقدر من هذا المنطلق تضع مجموعة من القرارات الرشيدة والقرارات الصائبة، سواء في مجال العمليات أو في مجال الإنتاج أو مجال المبيعات أو المشتريات أو تخطيط الإنتاج أو تصميم المنتوج أو غيرها من هذه الأنشطة والفعاليات اللي تقوم بها أي مؤسسة، وطبعا بالطريقة اللي راح تقدر تحقق بها أهدافها. موضوع التكاليف موضوع مهم جدا، لازم نتعرف على بعض مصطلحات التكاليف اللي ترتبط بهذا المفهوم، مفهوم تحليل التعادل، ولازم نميز بين الكلفة الثابتة والكلفة المتغيرة، ونميز بين الكلفة المتغيرة المباشرة والكلفة المتغيرة غير المباشرة، ونعرف أيضا يعني شنو الربح أو سعر بيع، ويعني شنو كلفة متغيرة للوحدة الواحدة، ويعني شنو هامش الربحية أو هامش المساهمة أو حد المساهمة نسميه للوحدة الواحدة. طبعا هذه المفاهيم راح نقدر نعرفها من خلال المعادلة أو الفورمولا الخاصة بهذا الموضوع، ومن خلال التعرف على مخطط بسيط. هذا المخطط راح يوضح لنا يعني منحنى الأرباح ومنحنى التكاليف وشلون المؤسسة راح تحقق هذه الأرباح. هذا المخطط اللي هو راح يوضح لنا نقطة التعادل، تلاحظون هنا انه عندنا محور سيني ومحور صادي، الاكس اكسس والواي اكسس. المحور السيني طبعا هذا المخطط راح احنا نرسمه بالمثال اللي راح ناخذه، بس اريد هنا تتعرفون على شكله ومكوناته. المحور السيني يعبر عن الكميات، والمحور الصادي او العمودي يعبر عن التكاليف او قيمة المبيعات، يعني راح يكون بالمبالغ بالدولار او بالعراقي دينار، بينما المحور السيني الاكس اكسس راح يكون ان كوانتيتي. راح تكون عندنا مجموعة خطوط. الخط الأفقي اللي تشوفوه أمامكم هو التكاليف الثابتة اللي راح يبدي من نقطة معينة، هنا راح يكون مكان هذه النقطة بعد هذا المربع خلف هذا المربع. التكاليف ما راح تكون يعني بادية من الصفر، لأنه أكيد المؤسسة من راح تريد تأسس عمل جديد أو تأسس لنفسها أو تطرح منتوج جديد بالسوق راح تتحمل أو تتكبد بعض التكاليف. هذه التكاليف راح نتعرف عليها ونشوف شنو مكوناتها. فدائما نشوف خط التكاليف الثابتة يكون موازي للإكس أكسس. راح يكون عندنا بعد خطين أخرى،
هذا اللي يبدي من نقطة الصفر هو الإيرادات الكلية. ليش بدأ من نقطة الصفر؟ لأن دائما في مشروع جديد أو طرح منتوج جديد في مشروع قائم، إحنا بعدنا ما حققنا أرباح، فنبدي في مرحلة التكاليف أو المصاريف أو الخسائر نقدر نعتبرها، إلى أن يوصل إلى نقطة معينة تبدي هاي النقطة بعدها تحقق أرباح. فدائما الإيرادات تبدي من نقطة الصفر، الإيرادات الكلية، بينما التكاليف الكلية تبدي من نقطة بداية التكاليف الثابتة، ما تبدي التكاليف الكلية من الصفر، وإنما تبدي من نقطة بداية التكاليف الثابتة، وتصعد بيان التكاليف حسب حجم الإنتاج. كل ما يزيد حجم الإنتاج كل ما راح تزيد التكاليف. ليش؟ هو صح أكو تكاليف ثابتة، بس عندنا في الشيء اسمه تكاليف متغيرة. هاي التكاليف المتغيرة تعتمد على حجم الإنتاج، كل ما ننتج منتجات أكثر كل ما الكلفة المتغيرة الإجمالية راح تزداد، وبالتالي الكلفة الكلية راح تزداد، هي حاصل جمع التكاليف الثابتة مع التكاليف المتغيرة الإجمالية. هذه المنطقة نسميها منطقة الخسائر أو تغطية التكاليف، وهذه المنطقة نسميها منطقة أرباح. راح تجي المؤسسة تحقق أرباحها لما راح توصل إلى نقطة التعادل. نقطة التعادل موضوعنا اليوم، اللي هو النقطة اللي تلتقي بيها الخط المستقيم اللي عبر عن التوتال كوست والخط المستقيم اللي عبر عن التوتال ريفينيو. هذه النقطة نسميها نقطة التعادل. المعادلة اللي راح نستعملها في تحديد كمية التعادل راح تكون عبارة عن بعض المتغيرات. عندنا سعر بيع، وعندنا variable cost per unit، وعندنا fixed cost، تكاليف ثابتة. فراح أوضح لكم إياها هاني بالمعادلة، راح تكون هواية أبسط من ما لو نشرحها. إحنا قلنا نقطة التعادل هي النقطة اللي تتساوى فيها التوتال ريفينيو مع التوتال كوست. إذا معادلتنا راح تكون مشتقة من هذه الفكرة. فالتوتال ريفينيو تي آر هي التكاليف الكلية، والعفو الإيرادات الكلية، والتوتال كوست تي سي هي التكاليف الكلية. التكاليف الكلية التوتال كوست من شنو متكونة؟ من تكاليف ثابتة زائدا إجمالي التكاليف المتغيرة. إجمالي التكاليف المتغيرة عبارة عن الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة مضروبة في كمية الإنتاج. اللي هي السي، الـ variable cost هي الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة، بينما الـ Q هي الكمية المطلوبة للإنتاج. الـ total revenue الإيرادات الكلية عبارة عن سعر البيع الـ price أو sales price للوحدة الواحدة مضروب في الـ quantity أيضا، فالـ P هو sales price للوحدة الواحدة. إذا نرجع نشوف معادلتنا، الـ total revenue يساوي total cost، فراح نعبر عنها بدلالة الـ المتغيرات اللي تتضمنها. فراح نعبر عن التوتال ريفينيو بال P مضروب في Q، ونعبر عن التوتال كوست بال Fixed كوست زائد Variable كوست مضروبة في ال Q، وراح نبسط المعادلة مالتنا إلى أن نوصل إلى البريك إيفن أناليسيس أو البريك إيفن كوانتيتي. كمية التعادل هي عبارة عن ال Fixed كوست مقسومة على هامش المساهمة. هامش المساهمة هو ال Sales Price مطروح من عند ال Variable Cost Per Unit. هذا الرقم بالمقام كله راح يكون Per Unit، بينما ال Fixed Cost راح تكون رقم إجمالي سنويا، يعني وهي كلها اثنينات راح تكون بالمبالغ. هذه المفاهيم أو هذه التكاليف اللي تكلمنا عنها أريد نتعرف عليها شوية بتفاصيل أكثر. يعني مثلا على سبيل المثال أنا أجيب لكم بالسؤال أقول لك التكاليف الثابتة تتكون من ضرائب taxes، هل قد مقدارها كذا؟ 50,000 salaries and wages، رواتب وأجور طبعا للملاك الدائم مو الأجراء اليوميين أو العقود. الملاك الدائم تكون رواتب مواجههم ثابتة تتحملها المؤسسة، سواء أكو شغل أو ماكو شغل هي تدفع رواتب لهذول الأفراد. مثلا أقول لك فد مليون وهكذا. فأعطيكم تفاصيل ربما للتكاليف الثابتة، لازم أنتم تعرفون شنو اللي يندرج ضمن التكاليف الثابتة تجمعوها. يجوز أعطيكم رقم هو مو كلفة ثابتة، فهذا ما تدخلوا بالحسابات ما تجمعوه. الانيرجي كوست، رينت اوف بيلدينج، ايجار المباني،
ماركتنج كوست، التكاليف التسويقية، ادمنستريشن كوست، تكاليف إدارية وغيرها. هذه كلها تندرج ضمن التكاليف الثابتة، بينما التكاليف المتغيرة هي راح تتغير حسب كميات الإنتاج. أكو عندنا دايركت فاريبل كوست وإندايركت فاريبل كوست. إحنا قلنا قبل شوية أكو عندنا رواتب وأجور تدفع على الملاك الدائم، هذه fixed cost، بينما إذا عندنا رواتب وأجور تدفع على العمال الوقتيين هذه راح تكون variable cost per unit. عندنا كلفة المواد الأولية هي variable cost، عندنا كلفة الوقود، كلفة التعبئة أو التغليف الباكجينج، وعندنا أيضا تكاليف متغيرة غير مباشرة مثل كلف اندثار المكائن وكلف صيانة المكائن والمعدات. راح ناخذ مثال، هذا مثالنا بسيط جدا، ومثال ضربته على مستشفى اللي هو اختارت هذا المثال شويه يتوافق ويا الوضع الراهن. مستشفى تقدم خدمه جديده للزبائن، هذه الخدمه تقدمها بسعر 200 دولار للزبون الواحد، يعني سيلز برايس، يعني سعر بيع الخدمه. المريض من يجي ياخذ هذه الخدمه بالمستشفى راح يدفع 200 دولار للمريض الواحد. التكاليف الثابتة اللي صرفتها هذه المستشفى حتى تقدم هذا النوع من الخدمات هي 100,000 دولار سنويا. الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة هي 100 دولار، أيضا للوحدة الواحدة. هنا الوحدة الواحدة عندنا نعبر عنها بالpatient، بالمريض. المطلوب هو the break even quantity لهذه الخدمة باستخدام الطريقة الجبرية وطريقة الرسم. الطريقة الجبرية معادلتنا اللي اشتقيناها قبل شوي وتوصلنا لها، البريك ايفن كوانتيتي كميه التعادل هي التكاليف الثابته مقسومه على سيلز برايس ناقصا فاريبل كوست بير يونت. بكل بساطه راح نعوض بالمعادله، فيكس كوست هي 100,000 مقسومه على سيلز برايس 200، نطرح من عند 100 اللي هو الفاريبل كوست بير بيشنت، فراح يطلع عندنا الرقم او الكميه المطلوبه للتعادل هي 1000 patients. يعني بعبارة أخرى، من تبدي المستشفى تقدم خدماتها لألف مريض فما فوق، في هذه المرحلة راح تبدي هاي المستشفى تحقق أرباحها، وإذا أقل من 1000 مريض هي لا تزال في مرحلة تغطية التكاليف، وإذا ما خدمت أكثر من 1000 مريض فراح تعتبر المؤسسة أو المستشفى خسرانة، فتحتاج 1000 مريض حتى تحقق أرباحها وتدخل في منطقة تحقيق الأرباح. خلي شوية نلاحظ الأرقام الويانة قبل ما نروح إلى طريقة الرسم. إحنا هنا قد حسبنا كمية التعادل بالطريقة الجبرية 1000، عندنا التكاليف الثابتة كانت 100,000، الكلفة المتغيرة 100، سعر البيع أو سعر تقديم الخدمة 200. فنحاول شوية نشوف الأرقام ويانا حتى نقدر بعدين نحدد تدريجاتنا للمنحنيات الاكس اكسس والواي اكسس لغرار الرسم. طريقة رسم الجرافيكال ابروتش او الجرافيكال ميثود، احنا حتى نرسم اكيد راح نحتاج نرسم خطين مستقيمين، واحد يعبر عن التوتال ريفينيو والاخر يعبر عن التوتال كوست، وطبعا خط مستقيم اخر يعبر عن الفيكست كوست اللي هو بالحقيقة وجوده فقط لغرض يعني لغرض المراجعة، وما راح يدخل في تحديد نقطة التعادل أو كمية التعادل. وحتى أرسم خط مستقيم، أكيد تعرفون الخط المستقيم حتى أرسمه لازم يكون عندي نقطتين على الأقل أقدر أرسم من خلالها خط مستقيم. هذه النقطتين منين راح أجيبها؟ شلون راح أحسبها؟ إذن أنا هنا راح أبدي أفرض نقطتين، يعني كميتين، فأفرض في حالة أنه الكيو تكون زيرو، وفي حالة أنه الكيو تكون عدد يعني أو كمية منتجات أو عدد مرضى في هذه الحالة ممكن أن تخدمه المؤسسة، فأفرض أرقام أحاول أخليها تكون قريبة من الرقم اللي طلعته بطريقة المعادلة أو بطريقة الجبرية. إحنا حسبنا قبل شوية عدد المرضى هو أو الكيو كمية التعادل هي 1000 مريض، إذا أحاول أفرض فد رقم للكيو يكون قريب من 1500 750، 1500، 1000 نفسه إذا أخذتوها ماكو مشكلة، 2000 3، أي رقم تأخذوه قريب من هذا يعني من في حدود 1000 patients حتى نقدر نرسم، لأن إحنا قرارنا راح ناخذه من طريقة الرسم. راح أسوي لكم جدول بثلاث حالات، الحالة الأولى هي الكوانتيتي تكون زيرو، والحالة الثانية الكوانتيتي تكون 500، والحالة الثالثة الكوانتيتي تكون 1000. ما أخذت الألف لأن إحنا حسبناها already، وما أخذت مثلاً 1500، أحاول أخذ رقم يعني ما بيكسور على مود شوية نبسط عملياتنا. خليت الرقم الصف الأخير بالأحمر،
حتى اوضح لكم انه انا حالتي ال 500 بس راح اخذها حتى اشوفكم شلون تصير الحسابات. بس من راح ارسم راح احتاج نقطتين، اذا اخذ الصف الاول اللي هو حاله الكوانتيتي عندما تكون 0، والصف الاخير حاله الكوانتيتي عندما تكون 2000. فهنا راح يصير عندي نقطتين. هسه شلون راح نحسب حساباتنا الجدول هذا التمهيدي لطريقه الرسم؟ الجدول يكون عباره عن 3 اعمده. العمود الاول على اليسار هو الكوانتيتي اللي هو حسب مثلا راح يكون number of patients to be served. العمود الثاني التوتال انيوال كوست التكاليف الكليه السنويه، والعمود الثالث الايرادات الكليه السنويه. الثاني اللي هو التكاليف الكليه السنويه، من شنو متكونه التكاليف الكليه؟ اجمالي التكاليف عباره عن التكاليف الثابتة الفيكست كوست زائدا إجمالي التكاليف المتغيرة. التكاليف الثابتة الفيكست هي 100,000 ثابتة بالسؤال، زائدا إجمالي التكاليف المتغيرة كانت سي مضروبة في كيو. السي كان مقدارها $100 per patient مضروبة في كيو، هنا الكيو راح تكون مجهولة، كل ما أفرضها رقم راح أجي أعوض عنها بالمعادلة راح يطلع عندي التوتال أنيوال كوست. ففي الحالة الأولى إذا أخذت البيشنت أو الكوانتيتي 0 أعوض بمعادلة التوتال أنيوال كوست، راح أجمع 100,000 اللي هي الكلفة الثابتة زائدا إجمالي الكلفة المتغيرة اللي هي الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة في الكمية، 100 في 0 راح يطلع لي بالنهاية فقط 100,000 الكلفة الثابتة. طيب إذا افترضت الكوانتيتي هي 500، إذا راح أعوضها بالمعادلة راح يصير عندي 100,000 زائد 100 في 500 فيصير 150,000. وإذا افترضت أنه الكوانتيتي هي 2000 فراح أعوض أيضا بالمعادلة، فراح يصير عندي 100,000 الفيكست كوست زائد 100 هي الفاريبل كوست بير بيشنت مضروبة في الكوانتيتي 2000، فراح يصير عندي 300,000 توتال أنيوال كوست. العمود الأخير هو الـ Total Annual Revenue الإيرادات الكلية السنوية اللي هو عبارة عن P مضروبة في Q، الـ P اللي هو Sales Price مضروبة في الـ Quantity. إذا افترضت الـ Quantity 0 شكل راح يطلع عندي الإيرادات السنوية الكلية 200 في 0 0، وهو طبعا يعني ما يقبل غلط، لأن إذا ماكو كمية معناته ماكو ربح أو ماكو إيراد، يعني إحنا شراح نخدم أو شراح نبيع إذا ما عندنا أي كمية أو أي عدد وحدات منتجة. بينما إذا افترضت خليت الكمية ماتي 500 فراح أضرب $200 للبيشنت الواحد في 500 بيشنت فراح ينطيني $100,000 التوتال ريفينيو. بينما إذا افترضنا الكيو مالتنا 2000 بيشنت فراح نضرب 200 في 2000 فراح يطلع عندي 400، مثل ما قلت 400,000. مثل ما قلت لكم أي راح أخذ فقط أحتاج نقطتين لكل خط مستقيم، فلو أخذ الصفر مع 500 أو أخذ الصفر مع 2000 راح نأخذ الصفر مع 2000 حتى نشوف الرسم مالتنا شو راح يصير. رجعت خليت لكم الجدول هنا عامد تكون الأرقام أمامنا، ما نحتاج كل شوية نرجع للشريحة السابقة. راح نرسم الإحداثيات الـ X axis والـ Y axis. مثل ما قلت لكم الـ X axis عبارة عن quantities اللي هم هنا patients، والـ Y axis عبارة عن المبالغ أو التكاليف in dollars. طبعا هنا الرقم هو in $1,000، يعني مو in $1، in $1,000، يعني هذا الرقم هو 100,000 200,000 300,000 400,000. ليش قسمناها هالشكل؟ الآن عندي هنا أرقامي بالجدول مثل ما تلاحظون، أرقامي 100,000 300,000 400,000، فحاول أخلي تدريجات تتناسب ويا الأرقام اللي بالجدول. بالورقة أنتوا راح ترسمون هاي التدريجات بشكل كلش منتظم ودقيق، وبالمسطرة تدرجون تدريجات بحيث التباعد أو المسافات بيناتهم تكون متساوية أفضل من الرسم اللي أنا رسمته هنا أنا بإيدي. أحدد نقطة الأصل، الـ X-axis راح يكون عبارة عن الـ quantities، أخذ أرقام قريبة من الكمية اللي حسبناها إحنا بطريقة جبرية. شكد حسبنا؟ حسبنا 1000، فهنا أخلي مثلاً 500، 1000، 2000، أو تخلون 750، 1000 ونص، 2000 وربع، وهكذا، أنتوا أحرار، المهم الأرقام ما تكون بعيدة عن الألف، لأن إحنا راح نعرف، إحنا رسومنا راح تكون في ضمن هذا الإطار. هسه حتى أرسم، راح أرسم أول مرة الخط المستقيم اللي يعبر عن الكلفة الثابتة الفيكست كوست. الكلفة الثابتة شكد كان مقدارها؟ كانت 100,000 سواء حجم الإنتاج 0 أو 500 أو مليون وحدة أو 5000 وحدة أو أي رقم إحنا خدمنا، أو أي مهما كان عدد المرضى اللي استفادوا من هذه الخدمة،
التكاليف الثابتة هي ثابتة فيكست على طول العملية. إذا راح تبدي من الرقم، احنا قلنا الاكس الواي اكسس هو بالمبالغ يعني، فنجي راح نختار هنا عند النقطة 100,000 ارسم خط مستقيم مهما كانت كمية الانتاج، اذا 500 اني 100,000، اذا 1000 اني 100,000، اذا 200 100,000، اذا صفر بيشنت ايضا 100,000، فهذا الخط هو راح يعبر عن الفيكست كوست اللي هي التكاليف الثابتة. هسه حتى ارسم التكاليف الخط المستقيم اللي يعبر عن التوتال ريفينيو الايرادات الكليه، ايضا احتاج نقطتين. النقاط لازم اكيد يكون بها احداثيات اكس وواي. النقطه الاولى راح تكون احداثياتها شقد؟ النقطه الاولى راح تكون احداثياتها من الجدول صفر من العمود الاول وصفر من العمود الاخير. اذا النقطه الاولى احداثياتها صفر صفر، وين نقطه الصفر صفر؟ اجي هنا اخليها في هذا المكان، خليت لكم هذه الستار، هذه النقطة الاحداثيات صفر صفر يعني زيرو بيشنت، اذا زيرو ريفينيو. النقطة الثانية شقد راح تكون احداثيات؟ يعني نفرض شقد الكمية 2000 بيشنت، شقد راح يكون عندي الريفينيو 400,000. اذا النقطة الثانية راح تكون احداثياتها 2400,000، 2400,000. اذا راح يكون مكانها هنا، برسمكم بالورقة راح يكون شوية ادق مكان النقطة، انا خليتها على شكل ستار. هسه حددت نقطتين اقدر ارسم خط مستقيم يعبر عن التوتال ريفينيو. هذا الخط المستقيم يعبر عن التوتال ريفينيو، راح اعيدها على السريع. حتى ارسم هذا الخط المستقيم احتاج انه يكون عندي نقطتين، النقطه الاولى احداثياتها 00 والنقطه الثانيه يكون احداثياتها 2400,000، وارسم الخط المستقيم يعبر، طبعا هذه 2000 من هنا وهذه من هنا 400,000، فأقاطعهم تطلع عندي النقطة هنا. أنتم تعرفون ترسمون هاي الرسومات كلتين، وأرسم الخط المستقيم اللي يمر بهاي النقطتين واللي هو راح يكون عبارة عن التوتال ريفينيو. بنفس الطريقة أحتاج إلى نقطتين حتى أرسم الخط المستقيم اللي يعبر عن التوتال كوست. النقطة الأولى هي راح تكون شقد؟ راح تكون صفر 100,000. إذا وين راح أخليها؟ من نقطة الأصل صفر 100,000، فراح تكون بالضبط في بداية الخط الأخضر اللي هو عبارة عن الفيكست كوست. النقطة الأولى لرسم الخط المستقيم اللي يعبر عن التكاليف الكلية راح يكون صفر 100,000. النقطة الثانية حتى أرسم التوتال أنيوال كوست راح تكون النقطة إحداثياتها 2300,000. هذه منها 2000 ومنها 300,000 فأقاطعهم، فراح تطلع عندي النقطة في هذا الموقع تقريبا، وأرسم بعدين الخط المستقيم اللي يمر بهذه النقطتين اللي هو يعبر عن التوتال كوست. هسه لاحظنا انه هذه الخطين المستقيمه اتقاطعوا، فنبدي وراها ننزل خط مستقيم من نقطه التقاطع الى الاكس اكسس، واقرا اشوف عند اي كميه اتقاطع، عند اي كميه عامد او نزل على الاكس اكسس راح يكون هنا بالضبط عند الكميه 1000. اذا احنا حسبنا كميه التعادل بطريقه الرسم 1000 بيشنت، نفس الرقم اللي طلع لنا بالطريقه الجبريه. طبعا هذه المنطقه اللي راح تكون هي قبل نقطة التعادل هي منطقة تغطية التكاليف أو منطقة تحقيق الخسائر، بينما المنطقة اللي أكثر اللي أبعد أو فوق نقطة التعادل راح نبدأ هنا نحقق الإيرادات أو الأرباح. طبعا هذا يعني هذا الرسم أو هذه الأداة تساعد المؤسسات إنه تعرف إيش قد المفروض تقدم أو إيش قد تنتج من منتجاتها أو إيش قد تطرح الأسواق من منتجاتها أو المفروض إيش قد تخدم كم زبون حتى تبدي تحقق أرباحها أو تبدي تستلم إيرادات تغطي بها تكاليفها، على الأقل تسترجع تكاليفها اللي صرفتها على الخدمة أو المنتوج اللي تقدمه. وبالنهاية شقد ما راح تخدم عدد أكبر شقد ما راح تحقق أرباح أكثر. هذا بكل بساطة هو موضوع محاضرة اليوم، تحليل التعادل أو نقطة التعادل. راح أخلي لكم فد سؤالين بشكل كوز أسايمنت بسيطة جدا بسيطة جدا، تحلوها بالطريقة الجبرية وطريقة الرسم وتخلي الحلول مالتها على الجوجل كلاس روم. أتمنى أن تكون هذه المحاضرة مفهومة وواضحة وبسيطة، وانتظر اجاباتكم، واي استفسار عندكم اتركوا لي اياه كالعاده على الجوجل كلاس روم واني اجاوبكم، حتى لو يكون برايفت كومنت على كل استفسار يجيني على الصف. وبالنهايه شكرا جزيلا ودمتم بعافيه، مع السلامه.